بسم الله الرحمن الرحيم. مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، قسم العلوم العامة للعام الدراسي 2019-2020، الصف الثاني، إعداد الأستاذ خالد زكريا معلم العلوم للصف الثاني بالمدرسة. طلابنا الأعزاء، لا تنسى الاشتراك في قناة مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين على اليوتيوب من هنا، وفعل الجرس بالضغط هنا ليصلك كل ما هو جديد على القناة. درس اليوم إن شاء الله هو الجزء الثاني من الدرس السابع بالوحدة الخامسة، وهو بعنوان لماذا تحتوي النباتات على أزهار؟ هيا معا إلى في الدرس السابق كنا تكلمنا أن الأزهار يكون لها بتلات، وهي الأوراق الملونة، وهي التي تجذب الحشرات، ويكون لها سبلات، وهذه هي الأوراق الخضراء التي تقوم بحماية الأزهار. وتكلمنا أيضا أن هناك مسحوق أخضر، هناك مسحوق أبيض، هذا المسحوق الأبيض يكون موجود على جسم الحشرات، وأيضا يكون موجود داخل الأزهار، وهذه المادة البيضاء هي حبوب اللقاح. هذا ملخص لما شرحناه الحصة السابقة أو الجزء الأول من هذا الدرس. هيا ننتقل إلى الجزء الثاني من الدرس. لماذا قلنا أن البتلات تجذب الحشرات؟ لماذا تجذب البتلات الحشرات؟ هيا معا نتتبع الصور. لديك حشرة وليكن هي النحلة، هذه الحشرة تقف على زهرة ويبدو أن على جسمها هذا المسحوق وهو حبوب اللقاح. إذن تحط الحشرة على الزهرة وتجمع حبوب اللقاح. تقف هذه الحشرة وهي تستنشق الرحيق لتصنع العسل، تقوم بجمع حبوب اللقاح، تلتصق حبوب اللقاح على جسد الحشرة. ما الذي يحدث؟ تطير هذه الحشرة وتنتقل إلى زهرة أخرى، تطير الحشرة لزهرة أخرى وتلقي حبوب اللقاح عليها لتلقيحها. ما الذي يحدث بعد ذلك؟ إذن الحشرة تهبط على زهرة، تجمع حبوب اللقاح وتلتصق حبوب اللقاح بها، ثم تطير إلى زهرة أخرى وتسقط حبوب اللقاح عليها. ما الذي ينتج بعد ذلك؟ الذي ينتج طلاب الأعزاء هو أن تنمو البذور، تتكون البذور بالزهرة الأخرى. من هذه القصة ومن هذا التتبع للصور، لماذا تجذب البتلات الحشرات؟ من يشارك معي طلاب الأعزاء من تتبع هذه الصور؟ من يخبرني؟ نعم، ممتاز، أعلي صوتك. يقول زميلكم أن تجذب البتلات الحشرات لأن الحشرات تنقل حبوب اللقاح وتساعد في عملية التلقيح. إذن تجذب البتلات الحشرات لأن الحشرات هي التي تقوم بنقل حبوب اللقاح، وحبوب اللقاح تساعد في التلقيح وتنتج بذور جديدة. هناك طالب رافع يده، تفضل طالب العزيز، ما سؤالك؟ زميلكم يسأل وما هو التلقيح يا أستاذ؟ أنت ذكرت كلمة التلقيح مرتين أو ثلاثة، ما هو هذا التلقيح؟ هذا سؤال زميلكم، زميلكم أنت طالب رائع ومنتبه معي، هذا ما سينقلنا إلى الجزء الآخر من الدرس وهو ما سنتكلم فيه عن التلقيح. هيا معا طلاب الأعزاء. السؤال الذي سأله زميلكم ما هو التلقيح؟ ننظر إلى هذه الصورة، لدينا الزهرة الأولى بها حبوب والزهرة الثانية، الزهرة الأولى بها حبوب اللقاح، قامت الحشرة بنقل حبوب اللقاح إلى الزهرة الثانية. إذن لدينا الزهرة الأولى بها حبوب اللقاح، قامت إحدى الحشرات وليكن النحل بنقل حبوب اللقاح إلى الزهرة الثانية، مما أدى إلى تكون البذور. إذن ما هو التلقيح؟ من يخبرني طلاب الأعزاء؟ يقول أحدهم التلقيح يا أستاذ أن ننقل حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى. من يخبرني بطريقة أخرى؟
نعم، أكثر من طالب يقول نفس الإجابة. إذن التلقيح هو انتقال حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى. إذن عملية التلقيح التي تقوم بها الحشرات هي انتقال حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى. سأسألكم سؤال، وما أهمية التلقيح؟ لماذا تقوم لماذا يجب أن يحدث التلقيح للأزهار والنباتات؟ من يشاركني؟ تفضل. نعم، علي صوتك طالب العزيز، أعلي صوتك. يقول هذا الطالب الممتاز: لإنتاج بذور جديدة. عملية التلقيح يا أستاذ ينتج منها بذور جديدة كما شرحنا في هذا الدرس. إذن أهمية عملية التلقيح أنها تساعد النبات في إنتاج بذور جديدة التي يأخذها هذا النبات أو يأخذها المزارع ويزرعها مرة أخرى وتستمر دورة حياة النباتات. إذن في هذا الدرس تعرفنا لماذا تقوم البتلات بجذب الحشرات حتى تنقل حبوب اللقاح التي تساعد في عملية التلقيح، وما أهمية عملية التلقيح أن النباتات تنتج بذور جديدة. جزاكم الله خيرا طلابي الأعزاء على المشاركة، وإلى لقاء يتجدد مع درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.